الآن. شكرا ليكم على انضمامكم لينا. يو اف ال تناديكم. الليلة هي ليلة مباراة كبيرة ولا نطيق الانتظار حتى تبدأ ونستمتع بها معكم. تايخل تبدأ المباراة دون أي اندفاع. يتطور الهجوم بشكل جيد وثمت العديد من إمكانيات التمرير. أرى أنها هجمة رائعة أمام بعض الزملاء متاحين. يلعب الفريق المنافس بشكل دفاعي. قذيفة كانت قوية لكن لم تصب المرمى. فرصة لتمرير الكرة مجددا ويمررها مرة ثانية. كايخون يحتاج إلى المساندة من رفاقه. إيفان سانشيز. سانشيز ويفقد الاستحواذ على الكرة. أمام خيارات التمرير. كريستيانو رونالدو. محمد صلاح. يغير اتجاه اللعب. فقد الكرة بلا المساندة من رفاقه. انظروا إلى هذا، إنه حصار. فريق لا يستطيع الخروج من منطقته ولا يستطيع الآخر الدخول. تمريرة جميلة. يمكنه أن يمرر الكرة. بيرجع له الكرة. كريستيانو رونالدو. هدف للمضيف. يتواصل اللعب. فرصة للاقتراب من المرمى. كايخون يحاول التسجيل. كان عليه التسجيل من هنا، لكنه يستحق الثناء على شجاعته وتمركزه الرائع والتسديدة الجيدة. كان لديه متسع من الوقت ليستعد للتسديد. يطلبون التمرير أمامه. يقدروا دلوقتي يهجموا معاه. كريستيانو رونالدو، هل سيمرر أم سيتقدم؟ تتقدم الكرة من المنتصف. بيسيب الكرة تخرج. الضيوف على وشك لعب رمي التماس. كريستيانو رونالدو. يحسب الهدف. وأصبحت النتيجة متعادلة. وتعود الكرة إلى منتصف الملعب والنتيجة 1-1. يتحرك الفريق بطريقة جيدة إلى الأمام. تمت المزيد من خيارات التمرير. تمركز رائع، لكن كان بإمكانه التصرف بصورة أفضل. كايخون. ويسدد. يا لها من فرصة. فشل في التسجيل في مرمى فارغ. يسعى أصحاب الأرض للفوز في ديارهم. نستكمل هذه المباراة بعد أن سجل أصحاب الأرض هدف التقدم. خيارات التمرير متاحة وما عليه سوى الاختيار. كريستيانو رونالدو. كايخون. تقترب الكرة من منطقة الجزاء. كريستيانو رونالدو. فشل في الاستفادة من الفرصة دي. تمريرة خاطئة واتقطعت الكرة. فقدوا الكرة. هيلعبها الفريق الضيف. بعض اللاعبين متاحين للتمرير. سانشيز.
يحتفظون بالاستحواذ. يحاولون خلق مساحة للتمرير. بيرجعها له. ويمررها مجددا. يسددها. يسجل أصحاب الأرض. لقد شاهدنا 4 أهداف حتى اللحظة. هل ستنتهي 3-1 لصالح المضيف؟ هيبدأ الهجمة دلوقتي. إيفان سانشيز. مساندة رائعة. يحتفظ بالكرة في وسط الملعب. يمكنه تمرير الكرة. تحرك مذهل إلى الأمام واللاعبون متمركزون ومستعدون. يبادر التمرير. يستحوذ لاعب خط الوسط الأيسر على الكرة الآن. جواو ماريو. سيسوكو. لنرى إلى أين تتجه الكرة. كايخون. كريستيانو رونالدو. يعدها إليه. خطيرة. والكرة داخل منطقة الجزاء. كريستيانو رونالدو سيغلب النعاس حارس المرمى. كايخون. وتقترب الكرة من المرمى. يبدو أنه تحول إلى العمق من اليسار قليلا. ينطلق إلى الأمام بالكرة. بيحاولوا يرفعوا النسق من العمق. عرقلة ولا في الأحلام. ويمررها مجددا. كريستيانو رونالدو. كايخون. الكرة مع الظهير الأيسر. تدخل قريب جدا من منطقة الجزاء واحتسب الحكم الخطأ كما هو متوقع. يحتفظون بالاستحواذ. سيسوكو. توجد خيارات كثيرة. إيفان سانشيز. يلعبها ناحية الشمال. ويسدد. عليه محاولة تكرار هذه التسديدة. لم يتوقعوها. ربما ستنجح المحاولة المرة المقبلة لو كانت أكثر دقة. ده مش قرار جيد. ضاع الاستحواذ. كريستيانو رونالدو. أحب أسلوب الفريق الضيف. تستمر هذه المباراة العظيمة ويتقدم الفريق المضيف بنتيجة 3-2. ضاع المجهود. الجناح الأيمن بيتحرك. فقدوا الاستحواذ. كايخون. ليس التوقيت المناسب. يحافظ المنافس على الكرة. هدف للمضيف. تعود الكرة إلى منتصف الملعب بعدما تقدم الفريق المضيف بفارق 2. وها قد أتى أحد للمساندة. وصلوا إلى منطقة الجزاء. ماذا سيفعلون؟ محمد صلاح. كريستيانو رونالدو. وبتروح لصانع الألعاب. تمت الكثير من فرص التمرير. يعتمد الاختيار عليه. كريستيانو رونالدو. الكرة في وسط الملعب على الجانب الأيسر.
تذهب الكرة إلى منطقة الخطر. سيسوكو، متى سيمرر؟ كايخون، كريستيانو رونالدو. ويمد الحكم وقت المباراة بثلاث دقائق كوقت بدل ضائع. جواو ماريو، سيسوكو، سانشيز يفكر في خياراته. بتروح الكرة لوسط الملعب. وهكذا ننهي هذه المباراة الحافلة. يشعر مشجع الفريق صاحب الأرض بالسعادة لأنه